صباح الخير يا مصابين، فتح الفن الصباح لشركة وينزر بروكر. قدمه لكم كريم مجدي اليوم 13 مايو 2020، وهنتكلم مع بعض في الفيديو بتاعنا عن مؤشر داو جونز. انخفاض الأسهم الأمريكية بشكل عام، طبعا مؤشر داو جونز هو محور حديثنا خلال الفيديو النهاردة، وده راجع طبعا أكيد في المقام الأول لإقبال المستثمرين على مبيعات لجني الأرباح بعد تحذيرات ظهرت من جديد من أكبر خبير أمريكي في الأمراض المعدية من أن التسرع في إعادة فتح الاقتصاد قد يؤدي الى موجة ثانية لفيروس كورونا المستجد ويصيب التعافي الاقتصادي بانتكاسة. وطبعا بيحاول المستثمرون بشكل كبير الموازنة بين احتمالات موجة ثانية من الاصابات بالفيروس وبين امال بين تخفيف قيود العزل العام قد يصير تعافيا في الاقتصاد الامريكي اللي تضرر بشدة من تفشي الفيروس. طبعا امبارح ظهرت بيانات بتظهر عجز في الموازنة الامريكية تاريخي خلال طبعا الفترة الماضية للولايات المتحدة الأمريكية. دي كانت أهم الأخبار. خلونا نشوف مع بعض أهم البيانات اللي ظهرت خلال تداولات أمس وطبعا تداولات اليوم النهاردة. النهاردة هنكون في انتظار مجموعة من البيانات الهامة. طبعا بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، أهمهم هو مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي الشهر لشهر أبريل، متوقع عليه سالب 5%، والشهر الماضي كان سالب 2%. خلال تداولات أمس كان عندي مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي هو البيان طبعا الأهم، اللي كان جيب نتيجة أسوأ متوقع سالب 4%، وكان متوقع ليه سالب 2%، والشهر الماضي كان سالب 1%. دي كانت أهم البيانات وأهم الأخبار. خلونا ننتقل مع بعض نشوف الشارت وتوقعاتنا ليه على مدار اليوم النهاردة. زي ما احنا شايفين مؤشر داو جونز طبعا أداء سلبي على مستوى كل المؤشرات، أداء سلبي على مؤشر الاي ام اي، على السار، على الفلات ترند، حتى الاستوكاستيك وصل لمنطقة الاكتفاء الشرائي وبدأ كمان يقلب كيرفه على الرغم ان الارتفاع كان بسيط جدا ومجرد اختبار لنقطة المحورية الهامة 23790 والممثلة نقطة ضغط عليه كبيرة، نقطة محورية قوية وهامة 23790 الداو جونز مش قادر ان هو يبتعد عنها على مدار فترة طويلة. طبعا تبتعد خلال الشهر الجاري كله او خلال طبعا يعني النصف الاول من شهر مايو، ده واضح طبعا في تداولاته وده واضح طبعا من كمان كسره ليها بيكون فيه صعوبة. أداء سلبي على مستوى كل المؤشرات، تقاطع المتوسطات السعرية الأسفل، المسافة بينهم ده كمان بيخلينا نتوقع مزيد من الهبوط، ولكن بشكل عام الاتجاه هيفضل محايد وهيفضل اليوم بنقول إن هو صاعد واليوم الآخر بنقول هو هابط لحد ما يحصل كسر حقيقي لل 24490 أو أيضا كسر ال 22910. النهاردة الأكثر ترجيحا هو الأداء السلبي وكسر ال 22910 علشان يروح ل 22300 وراها ال 21790، مرة تانية كسر ال 910 وراها ال 300 وراها ال 21790. السيناريو الآخر المعاكس هيتحقق بكسر ال 24490 وراها 975 وآخر نقطة عند 25785. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو، بتمنى لكم أكيد متداول آمن وبشكركم على حسن متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.